اوكي الموضوع 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 اول شيء مساء الخير. ثاني شيء بسألك سؤال، ليش خلال الفترة اللي احنا قاعدين نعيشها هذه اكثر كلمة قاعد تقولها مو وقته؟ صارت بويهك مشكلة ممكن انها تأذي قلبك تضايقك، لها مو وقتها الحين، الناس بروحها عايشة ازمة ما راح تعاطى وياها الحين. فز قلبك على احد صار بخاطرك انك تقرب منه يصير فيك، لا اكيد مو وقتها، الناس ما لها خلق الحين واحنا عايشين بازمة، مو وقتها مو وقتها حبيبي. بس السؤال وصريح وواضح، انت اليوم داير بالك على صحتك، برافو ارفع لك القبعة واستمر لا تهاون، محتاجين بان احنا نعدي هالازمة هذه ايد بايد. بس صحتك مو بس جسدك، مو بس ان انت ما تكون مريض جسديا، هم لازم انت ما تكون تعبان نفسيا باي شكل من الاشكال. كثرة كلمة مو وقته تخلق تراكمات، هذه التراكمات بعدين يمكن ما راح تعرف تعبر عنها، او ان انت تنفجر وانت تقولها، او ان هي تخليك فعليا انسان منعزل، وهذا الانعزال السيء، لان انعزال سلبي، لان انعزال يوخرك عن الناس اللي انت تحبهم. اليوم واحد من الناس القراب منك تصرف انت ما حبيته، يصير فيك اي معذور مو وقته اعاتب، يزيد يبالغ اي معذور مو وقته اعاتب. لا حبيبي بلا وقته، قلبك لحق عليك، لا تعدي هالأزمة هذه، واللي بإذن الله بتنفرج قريب وانت صحيا تمام وأهلك تمام وأحبابك تمام، ولكن نفسيا انت متدمر. لا توصل لهالمرحلة، انبلى وقتها تعاتب، انبلى وقتها انك ما تخش بقلبك، انبلى وقتها انك ما تنام مضايق، انبلى وقتها راحة البال تستاهلها. كافي اللي قاعدين نعيشه من قلق في كل مكان، كافي ان ايدنا على قلبنا لما قاعد نشوف اي احد من اهلنا قاعد يروح اي مكان، ومنو قاعد يقعد معاه، ولما يرد البيت بيرد سليم ولا مو سليم. كافي هذا الضغط النفسي، احنا مو قاعدين ببيوتنا وبالنا مرتاح، احنا قاعدين ببيوتنا وخايفين على بعض، مو بس احنا اللي داخل البيت، لا بل اللي بالدولة وبرا الدولة وبالعالم. هذا الخوف بحد ذاته قاعد يخلينا ما ننتبه حق قلبنا. غلط، ترى عادي، مسموح لقلبك يفز، مسموح لك تستمتع بتفاصيل صغيرة، مسموح لك تبتسم إذا وصلتك رسالة انذكرت فيها وانت توقعت أنك ما راح تنذكر، مسموح لك تعيش اللحظة. الدنيا مو سودة للحين، الأمور بخير بإذن الله وإحنا تمام. لا تنقد على نفسك، لا تعاتب نفسك إن الناس عايشة بكورونا وأنت عايش حب، ما هذا شيء أنت مو بيدك. أقول لك شيء، لا الأزمة ولا العلاج بإيدك، ولا أن قلبك يفز بإيدك، لا أنت قادر تسيطر على هذا ولا تسيطر على هذا. طيب شنو تسوي؟ توقف حياتك؟ تقول مو وقت الحين أنا قلبي يفز على أحد وأروح أعبر؟ لا بلا وقته، وقته تعيش الأيام قاعدة تروح منا، 6 شهور مرت خلاص، معقول بنوقف حياتنا أكثر من كذي؟ إذا الدنيا برا وقفت قلبك لا يوقف، شعورك لا يوقف، نضجك لا يوقف، تفكيرك لا يوقف. اسمح لنفسك بأنك تشوف أي جانب إيجابي من اللي قاعد يصير الحين وتعيشه، وعلى سبيل الجوانب الإيجابية اسمع هالسالفة بدون سابق انذار، بتفصيل صغير صار. ابتسمت لرسالة وأنا أعرف ابتسامتي هذه صار فيني لا مو مقبول، مو وقت الحين، أحس إن الوضع مضغوط. ليش مع هالإنسان أرتاح؟ ليش معاه أنعزل عن الدنيا وأحس إن كل شيء بخير؟ كم الطمأنينة على قلبي القلق الخايف اللي قاعد يلي منك غريب، هالطمأنينة هذه أنا حابها، بس ما فيني، أحس أني نفسيا تعبان، أحس أن طاقتي راحت، ما فيني أبادر، ما فيني أسوي شيء. هل آخذ هالطمأنينة هذه واللي تحول بعد فترة لشعور حلو يخليني مع كل ابتسامة أقول مبلا هالإنسان هذا هون علي حتى الأزمة اللي العالم قاعد يشوفها؟ سألت نفسي هالسؤال وابتسمت مرة ثانية نفس الابتسامة الأولى لما وصلتني الرسالة. كان يصير فيني إذا ما عشت هاللحظة الحين متى بعيشها؟ إذا ما ابتسمت حق رسائل نفس هذه الحين متى ببتسم؟ إذا ما قدرت اللي قاعد يهتم فيني الحين متى بقدر؟ أوه شوي مو وقته، بس فيني جزء كبير يقول مبلا وقته، مسموح لنا، مسموح لنا نعيش كثر ما نقدر بالإمكانيات اللي موجودة بالمعطيات المتوفرة.
بالمشاعر اللي ما قربت منها صار لك فترة طويلة. لا تكابر. إيش بتقول لي أنت اللي قاعد تقوله مو وقته؟ بقول لك كيفي. أنا بني آدم يحب يعيش اللحظة، وهاللحظة هذه طلبت مني أني أقول هالكلمتين اللي في قلبي. بلى أقول أحياناً مو وقته، ويمكن الناس ما لها خلق هالحكي، بس يصير فيني إذا مو اليوم متى. لا خلي يكون اليوم، واللي مو وقته أتوقع صار وقته، وأنا أتفاهم وياهم.